زوار الموقع، مرحبا بكم في هذا اللقاء هذا، واللي غيكون لقاء صريح وصريح جدا، واللي غنحاولوا فيه نكونوا اوفياء لمهنتنا كصحفيين. فاحنا كصحفيين، وكتعرفوا الصحافة هي سلطة رابعة، ودائما كما كنقولوا في عدد من المحطات، لا يقتصر دور الصحفي في نقل الأخبار، ولا يقتصر دوره في الترفيه، بل يتعداه إلى مهمة أنبل وأكبر، وهي مهمة تنوير الرأي العام وصناعة الرأي العام ودق ناقوس الخطر ما تقتضي الأمر. دق ناقوس الخطر، النقاش ديال اليوم لا نستهدف به الدولة المغربية، ولا نسعى فيه نكون زعما شي حجرة عطرة قدام التوجه ديالها، ولكن كصحفيين من حقنا كوطن، كوطنيين، كمغاربة، نقولوا للمغاربة داكشي اللي كنشعروا، ونتمنوا نكونوا غالطين. كنقولها بصدق، نتمنى نكون غلط، ونتمنى الدولة توضح، نتمنى توضح، ولكن الأمر اللي كيتعلق بالوحدة الترابية، وملي كيتعلق الأمر بالتوابيت ديال البلاد، وملي كيتعلق الأمر بأمر اللي هو كبير، فيمكنناش نخونو رسالتنا. قبل ما غنقول لكم هاد الحوايج هادي، لا بأس باش نوقفوا عند الانتخاب ديال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، واللي هو عنده علاقه بهذا الموضوع وهذه المخاطر والتوجه ديال الصحراء. فاولا زعما صراحه كاين عدد من الملاحظات، وانا كان الوقت كضيق لي، ما يمكنليش نوقف عند بزاف، ولكن لا باس ندير عدد من الملاحظات. الملاحظه الاولى، المغاربه واللي تؤلم وتحز في القلب، واش ما كانش شي واحد في هذه البلاد من غير الحبيب المالكي يكون رئيس ديك المؤسسه التشريعيه، ديك المؤسسه المقدسه بالنسبه لي انا؟ تعرف شنو هو البرلمان؟ يعني البرلمان هو واحد المؤسسة عنده واحد الوضع اعتباري خاص، ورئيس المجلس النواب أو رئيس البرلمان في التراتب أو في الهرم ديال الدولة هو الرجل الثالث، كاين رئيس الدولة اللي هو الملك، الرجل الثاني بين قوسين أو 7000 قوس هو رئيس الحكومة في المغرب بن كيران، والرجل الثالث هو رئيس البرلمان. فكيف يعقل أن يكون على رأس هذه المؤسسة وفي هذا الموقع شخص ما كنهضرش انا على موقعه الاكاديمي، موقعه يعني التقني ولا المعرفي، كان بالاخص كوجه سياسي، وسيرته هو راه منصب سياسي. كيف يعقل رجل بحال هذاك بتاريخه وبسجله الفاشل وبالتواطؤ ديالو، بسيرته النتنه في خريبكا، وسيرته النتنه في الاتحاد الاشتراكي، وعلاقاته المشبوهه مع الدريس البصري، وعلاقته وحصيلته الكارثيه في وزاره الفلاحه، وحصيلته الكارثيه في وزاره التربيه الوطنيه. ما كنهضرش على الاتحاد الاشتراكي كحزب، كنهضر عليه كشخص الحبيب المالكي. واش ما كانش شي شخص اخر نحسو حنا كمغاربه بالتغيير، نحسوا بالشعب المغربي على انه يتنفس، ولاننا حنا كنتلمسوا راسنا جهه الديمقراطيه؟ ما عنديش موقف شخصي مع الحبيب المالكي، ولكن انا صوتي من صوت المغاربه. ما يمكنش داك الشخص يكون رئيس ديك المؤسسه، وجوده فقط وظهوره دليل كاف على ان دار لقمان لا زالت على حالها. غير مؤهل داك الشخص، غير مؤهل، معروف عليه واحد الرجل وصولي، واحد الرجل يعني انتهازي، واحد الرجل ما صافي خصو غير المنصب غير حطو تما. علاش بنادم ما يتعففش ويترفع؟ واخا انت ما ترشحش انت كاع، قول لا خلي شي واحد اخر، شوف شي وجه اخر كاع حتى من داخل الاتحاد. واخا كاين مشكل ثاني حتى في الاتحاد، كيفاش 20 مقعد وتكون على راس هاد المؤسسه؟ كيف حتى الاتحاد الشرقي كيحيد هو يترفع ويتعفف يعطيو قيمه للعمل الحزبي؟ كيفاش؟ فين هو الاول والثاني والثالث والرابع؟ شنو هاد المصيبه هادي؟ يجي الخامس ولا السادس 20 مقعد، واش هذا ما فيش إساءة بالغة للإرادة الشعبية؟ واش ما فيش طعنة خطيرة ليوم 7 أكتوبر والاستحقاقات التشريعية؟ واش هذا ما كيجيش يكرس العزوف السياسي والعزوف الانتخابي؟ واش هذا ما كيجيش يبعد المغاربة عن الحياة السياسية والممارسة السياسية؟ 20 مقعد لهذه الدرجة، الرحم البرلماني والرحم الحزبي والرحم العاقر، باش بالضروره الحبيب مالكي والاتحاد الاشتراكي؟ شنو زعما مول هاد الفتله؟ شنو باغي يقول لنا؟ لماذا الحبيب مالكي تحديدا 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 تحديدا؟ صافي انا كنشوف المالكي، كنتفكر الرئيس البصري، كنتفكر السبعينات، كنتفكر دوك الشيء عيد العرش القياطن، داكشي ديال صافي، واحد المرحله اللي كتحس ديال الجدرميه، ملي كيجبدوا السماطي هكا في شي حادثه تسير، ممكن ارخ لك المرحله حتى كنقولوا بخير الحمد لله، راه كاين دستور، كاين خطاب، الوقت غدا مزيان، صافي. شوف غير الحبيب المالكي سيفيني، والاتحاد الشرقي كما قلت عنوان،
وكيجي البي جي دي وكي وكيصوت ثاني كذلك الورقه البيضاء. شنو معنى الدلاله تاع الورقه البيضاء؟ شنو هو؟ شنو بغيتي تقول زعما للمغاربه ملي كتصوت انت بورقه بيضاء ما مع ما ضد مع شاد عصا من الوسط؟ وعلاش البي جي دي ما ترش؟ علاش زعما البي جي دي ما يرشحش رئيس البرلمان يكون من عنده في جميع الأنظمة البرلمانية أو شبه البرلمانية في جميع إلا حالات نادرة وما كنت غير عندك ما تلقاهاش أي أغلبية البرلمانية هي اللي كتعطيك رئيس مجلس النواب. الناس اللي داو دابا المشكلة المعارضة عادرة ديال رئيس مجلس النواب. كيفاش هذا المنطق وهذا الفتلة وهذا الفلاوة وهذا التخريجة وهذا الوضع وهذا الحريرة هذه؟ شنو واش هذا ما كيزيدش عاوتاني يكرس ذاك الوضع السياسي ديال العزوف وديال وكيزيد يغذي وكيعطي شرعيه لديك المشاريع اللي نتوما كتوصفوها بالمتطرفه؟ دابا انا كتنتعش العدل والاحسان وكتنتعش النهج الديمقراطي وكينتعشوا الماويين والتروتسكيين وكينتعشوا المتطرفين وينتعش اي واحد. لان كاين الناس كيقولوا انتم مش كنقول لكم راه دخول هذه العمليه السياسيه فيه والو وشوفوا ها هي العمليه كيفاش دايره شنو كتعطيك. دونك كنزيدو نكرسو هاد الحوايج مع احترامي لهاد التنظيمات هادي كلها، ولكن غير الاخرين بلوكتهم اللي كيهجموا عليهم انتوما كتزكيهم وكتعطيهم الشرعيه دابا ديال الوجود، وغدا تقولوا لا انت راك خارج كذا. هو الانسان كيدخل العمليه السياسيه شنو هي النتيجه دابا؟ شنو هي المحصله؟ المحصله هو انه بان بالملموس من خلال انتخاب الحماركي ان كل شيء شاط الصف، كل شيء من خدام الدوله، ما كاين لا حزب لا استقرار لا قرار حزبي مستقل ولا والو. هذه هي الخلاصه اللي خطيره الان بالملموس من خلال انتخابات مع احترامي لحزب الاستقلال. وانا غنقول لكم في الموقف تاع حزب الاستقلال الى حد ما اذا كانت داك التقدير اللي درت يعني خرج هو هذاك، فان حزب الاستقلال هو اللي بلور موقف ايجابي في هذا الشيء ديال الانتخابات، لان الاتحاد العداله والتنميه وبتصويتها بالورقه البيضاء تتبغي تقول للدوله بالدرجه الاولى ما كتقول حتى شي واحد، يعني انا راه هاي زي دي بيضاء، هاي دي بيضاء انا راه مسلم، ديروا ما بغيتوا، حطوا تما المالكي، جيبوا ايهود اولمرت وحطوه تما، جيبوا شارون كاع حطوه، ماشي مشكل عند البي جي دي. البي جي دي دابا تيقول انا باغي نولي بالكيران، ماشي حتى بي جي دي، هما عندهمش النظام، عندهم برشا شخص من كيران تيقول انا باغي نولي رئيس حكومه، لا يهم رئيس مجلس النواب يكون عندي ولا يهم ندير الحقائب، المهم باغي غير يبقى رئيس حكومه. كاين شي دل اكثر من هذا؟ كاين شي تبهديل اكثر من هذا؟ فين هي ديك انا نحط الصوالات وانا لا ما كانش ولا معش ولا ماشي نهايه العالم والحمد لله؟ هذا الدل، وصلتي للدل اللي ما بعده الدل، واخا تكون هذه رئاسه الحكومه غتدخلك للجنه، هذا العار اللي وصلتي له. دولك رئيس مجلس النواب وقاس كيسخسخو فيك وقاس تيلعب بيك اخنوج بحال الكوره، بحال شي كويره، بحال شي كويره كاع عمر، وعاود لك الطربيه في السياسه ازيرو. قاس في افريقيا كيتسرى مع الملك وانت جالس كتسناه هو كيقول لك يلا دير الحكومه، الا كنتي كتقول لينا 120 مقعد وكتصبر. دوك السياسه راه ماشي ارقام، 30 في السياسه ماشي 30، 30 راهي 80، 80 هي 140. عاودوا لك الطربيه في السياسه من الاول، وجا بقيتي كتعاورت بيه وانتهى الكلام. فين هو انتهى الكلام؟ السياسة مبادئ، فين هي داك البيان وانتهى الكلام وتبورتي وبعض الناس مساكن المضاويخ كيصفقوا لك ترجل؟ كنقولوا مع عباد الله راه رجل يلعب على الحبلين، شنو هو زعما؟ وكبال بانه هو اخنوش عاود لك الطربيه، عطاك رساله جوج حوايج، قال لك راه ما تقدرش تشكل حكومه بوحدي بلا 100، وجوج قال لك انا راه راجل في الكلمه ديالي. ها هو دابا طلع لك عاون الحب مالكي وحطه في رئاسة مجلس النواب في الوقت اللي انت ركلتي شباط وما عقلتيش عليه. وشوفوا الخشونة عباد الله باش تعرفوا هاد البي جي دي. تصوروا تبقى 3 سوايع كيف تحت المشاورات مع سميتو مع حزب الاستقلال، يعني قمة الخيانة والجبن، ما قدرش يدير معاه حتى يتشاور وياه وكذا. هو داك عباد الله وما جاش هو السي بلكيلا للمؤسسة، ما جاش مع هو راه خلا في وعاطي هو التوجيه لعباد الله باش يصوتوا بديك الورقه البيضاء. ف من خلال هاد الحويجات هادي وانا نقول لكم الابعاد والخطوره ديال هاد الحويجات. البي جي دي واللي قلت لكم من خلال هاد الميساج واللي بان دابا وكيألمني وكنهضر بمراره، هما انهم بانوا لهما ولا الاتحاديين ولا عباد الله كلهم، يعني الهم هو الجميل هو الفلوس الثروه.
كاين لا وطن لا صحراء لا بلاد لا شعب لا والو. حتى واحد فيهم هاد الاحزاب اللي كنقول لكم ما قدر يخرج بشجاعه ويدير شي بيان للشعب المغربي ويشرح هذا المنعطف وهذا الانعطاف نحو البرلمان وكيعطي منها موقف. كلشي ساكت، حتى عند الاحزاب ساكت، حتى الناس ساكت، الحزب الاشتراكي واحد ساكت، كلشي ساكت. رغم ان الان حنا واحد الانعطافه الشعب ضاخ. شنو وقع في عمر في تاريخ المغرب الاغلبيه المعارضه كتشكل رئاسه المجلس؟ ما عمرنا ما شفنا هذا، حتى شفنا هذا. وشكون هو الحبيب المالكي؟ دونك هنا كنبان لي وكنقول لكم اننا كنعيشوا في واحد التفاهه، واحد الرداءه السياسيه وصلنا لها، واحد الوضع لا يسر يعني الانسان، وما يمكن يقبله الا شي واحد اللي واكل وما هموش الوطن وباغي الامور تمشي بغير بخير. علما باننا وصلنا لمخاطر اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، وعلى الصعوبه ديالها عباد الله. وهذا الشيء اللي بغيت انا نقول لكم دابا. وطبعا كما كنقول في الاول وفق يعني الحوايج اللي عندنا، لان هذا النقاش الصحراء لو كانت نية حسنة، حنا ملي كنهضرو على دستور 2011 وكنهضرو على الشعب وتيقدم العرائض الشعبية وإعطاء قيمة للمجتمع المدني وكذا، هل فتح نقاش مع الشعب المغربي في هذا المستوى؟ الملك يمشي في الاتحاد الإفريقي، دونك طبعا هو الملك ميمكنش بوحدو يصوت على هذاك العملية، لأنه كاين واحد الاتفاقية في هذا الجانب هذا كتقتدي بالضرورة أمور ملي كتكون عندها علاقة بالتكلفة المالية خاص التصويت ديال البرلمان مزيان. إلى جانب كاين رهان آخر ديال الدولة، ما نقولوش الملك لأن هذا رهان ديال الدولة، كذلك هو تكون شرعية شعبية من في هذه العملية ديال المغرب يمشي يصوت أو يدخل الاتحاد الإفريقي. مزيانة هذه مزيانة، ولكن السؤال هل فتح نقاش مع المجتمع المدني مع الشعب المغربي في هذا الشيء؟ واش تفتح نقاش مع الشعب؟ واش الاحزاب فتحت نقاش مع الشعب المغربي في هذا الشيء؟ هذه اللي كنقول لكم الخطوره انا اللي كتضرني. حتى شي حزب ما قادر يهضر، كلشي ساكت. الاستقلال خارج، الاخر داير الورقه بيضاء، الاخر مخلق، الاخر ونقال بيناتهم، وما كاين حتى شي صراع على شي فكره. ملي بدات الحكومه دابا 4 شهور، شوفوا معايا المغاربه، واش بالكم شي سجال ما بين شي جوج الاطراف على فكره، على مقترح، على ايديولوجيا، على تصور، على اطروحه، على نظريه؟ في جميع دول العالم، في جميع الدول اللي كتحترم راسها، ملي كيجي رئيس الدوله وكيكلف شي شخص يشكل الحكومه، اول اجراء كيديرو داك الشخص المكلف كيجمع الخبراء الاقتصاديين وكذا وكيقول لهم التصورات ديالكم. عمركم سمعتوا من كيلان جمع شي خبراء اقتصاديين؟ راه كنعيشوا في البؤسه عباد الله. صراع على الخوا، والشعب المغربي قابل هاد الخوا، قابلوا الشعب المغربي، قابلوا هكا وفيسبوك، قابلوا كاين الخوا. اي حياه حزبيه بدون صراع فكري، صراع على التصور، صراع على برامج. جيب لي اش كتقول في التشغيل كيفاش غنخرجوا منه؟ من هادشي ديال الضوء، هادشي ديال الماء، هادشي ديال التشغيل، هادشي ديال التعليم، هادشي ديال الصحه، هادشي ديال الاعتداءات الجنسيه، هاد العنف الاجتماعي اللي عندنا في المغرب، الطلاق وتعدد حالات الطلاق، الاعتداء على القاصرات، السجون ديالنا اللي عامره، المساطر المرجعيه، اشكالات في المجتمع عميقه وعميقه جدا. كيفاش غيجاوب هاد البي جي دي على هاد الاشكالات وعلى المشاكل اللي كتشق المجتمع؟ هو فشل مجرد المشاورات، اول منعطف صغير والبلاد مبان. يعني بسيط. ونهار اللي كان في الحكومه كانت تتبور على 10، تبور هذا الاساتذه المتدربين، واحد الحداقه كيبين واعره، وكيقول لهم اللي ما خدمش المضربين كيقطع لهم، والاجر مقابل العمل، وشاقر قال الله، وقال راسه الايات القرانيه، ودابا البرلمان 4 شهور ما خدم، وكيتخلصوا من عندنا البرلمان، والشعب ساكت. الحكومه ما كتخلص، رئيس الحكومه كيتخلص 4 شهور، ديك ملي كان كيتعلق مساكن بدوك الحيط قصير الموظفين، قال لهم الاجر مقابل العمل والايات القرانيه، ودابا هما الكبار ما كاينش اللي يهضر. ها هي الحياه يعني 4 شهور، وانتم كتشوفوا الحياه كيفاش كتمشي. ف يا عباد الله، بقيت نقول هذا الشيء راه ما غاديش نسالي. نقول لكم حنا كنعيشوا في واحد البؤس، وكنعيشوا في واحد الانحطاط، واخطر ما كاين دابا اللي كيدور لي، وانا وصلنا لواحد المستوى ما عندناش حياه حزبيه، اللي كيخلع علينا في البلاد. واي بلاد اللي ما فيهاش التشارك في الحوار، وما فيهاش الفكر التشاركي، وما فيهاش النقاش المجتمعي، كلها بلاد تخاف عليها، مهما كانت قوة القيادة، ومهما كانت قوة المؤسسات، راه بالضرورة خاص الإشراك ديال هاد العباد، لأن كاين المتربصين بالمغرب في الخارج وفي الداخل عندنا كاين اللي كيتسنى المغرب عافاك اش يطيح، وهكا وغينقد بوهم هما راه غينقد على الصوت عدد من الناس، سامريه، ما عندهمش ذاك الحس الوطني وكذا، لا كيتسناو الوضع يتأزم مرة. ولهذا كنقولوا هادشي اللي دابا غادي فيه البلاد،
وهذا النوع من النقاش والهرولة نحو المواقع والمناصب ونحو راه اللي غتريب راه تريب على الجميع. راه النقاش الان راه خطير للغايه. حنا كنقولوا الشعب المغربي شحال من واحد مخلوع، بغينا غير نفهموا كاين ماده في القانون ديال باش يلتحق بالاتحاد الافريقي 29 كتهضر على ما يسمى بالحدود المورود على الاستعمار المغربي خصو يكون قال بها. كتعرفوا بانه في الشرعيات كاينه جوج انواع ديال الشرعيات، كاينه الشرعيه ما يسمى بالشرعيه التاريخيه وكاينه الشرعيه القانونيه. فملي كنهضروا على الشرعيه القانونيه هي ديك الشرعيه اللي كتهضر على الحدود المورود على الاستعمار. مثلا المغرب كنهضروا على الحدود اللي خلاتها اتفاقيه اكس ليبار، مثلا هذه الحدود. ملي كنهضروا على الشرعيه التاريخيه كنهضروا على واحد الشرعيه اللي واحد الحدود اللي المغرب مثلا تيقول في 1300 ارض ديال جدادي وديال با وديال خالي وديال عدي، يعني شرعيه ديال التاريخ. بينما ملي كنهضروا على الشرعيه القانونيه فملي 1945 دارت الامم المتحده تما تحددت الحدود ديال عباد الله والاستعمار شنو خلى ولا النقاش حدود هذا المستوى. راه الخطوره المغاربه ملي كتقول انت هذا الشيء في هذه الاتفاقيه، وحنا بغينا غير توضيح من الدوله، راه ملي كتمشي لذاك القانون الداخلي ديال عباد الله وتصوت او تنظيم الاتحاد الافريقي يقتضي انك تقبل بهذا العمل، ولا قبلتي بها فانك كتقبل بالدوله ديال البوليزاريو. الى جانب ان المغرب الا بغى يلتحق بالاتحاد الافريقي فان العمليه كتقتضي ان ابراهيم غالي او البوليزاريو غادي وغتقول لك المغرب يدخل ما يدخلش. اذا تم البوليزاريو ستتصرف كدوله قائمه الذات والسياده. اذا المغرب عليه ان يقبل بسياده البوليزاريو وتصوت عليه. في الوقت هنا كنقولوا جمهوريه وكتقولوا جمهوريه الوهميه وكذا ولا حق لها ولا ولا. طبعا ممكن المغرب تكون عنده حسابات، لان المغرب تاريخيا كلا العصا في التحالف ديال الجيري مع 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 مع, مع البوليزاريو والدعم ديالو، تقدر تكون عنده حسابات ربما يعني ديال بهذه العمليه ديال من الاحقاش اللي قلتي الاتفاق هذا من كتهضر على الشرعيه القانونيه ماشي التاريخيه، راه اوتوماتيكمون كتخلى على كولوم بشار وحاسي بيضا والقناه الجزائر. دونك هذيك الصحراء الشرقيه الا مشى المغرب في اتجاه ما تخلى على الشرعيه التاريخيه ولا كيهضر غير بالشرعيه القانونيه فباي باي الصحراء الشرقيه. اذا الجزائر سلام على الصداع، ما بقاتش خايفه، لان الجزائر تاريخيا كتخاف علاش كتجبد كتبرط البوليزاريو، لانها كتوظفها غير باش تاخذ هذا المكسب. وكذلك تهنى من موريتانيا ما كاينش مشكل، وكذلك احتسبتها وليديا مشات باي باي بهذا المنطق ديال الشرعيه القانونيه. اذا يقدر يكون حساب عند الدوله انها دخلت من داخل الاتحاد الافريقي وعاد تبغي تلغي البوليزاريو بمعنى. ولكن واش جنوب افريقيا تخلى على البوليزاريو؟ واش 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 انا حنا ما عندناش اجابات، وهذا مشكل خطير باش كنقول حنا كشعب مغربي ولا كنخبه ولا كمجتمع مدني خاص نخرطوا في هذا النقاش ونعرفوا ابعاده. وهنا كنرجع للموقف ديال اللي قلت في الاول ديال حزب الاستقلال شباط، لان الانسحاب ديال شباط ماشي كما كيعتقدوا البعض وفق القراءات ديالنا، هو انه ما قابلش هذا التوجه، وهو لانه هو كيبرور في ديك اللحظه موقف جدادو، ما الموقف اللي قال هو ديال حزب الاستقلال موقف تاريخي ديال الحدود الحقه اللي في الدستور ديال الحقوق ديال الشرعيه التاريخيه، يعني سميتو الاراضي التاريخيه ديال المغرب. وهنا فاش قال ديك نار موريتانيا وكذا وهجمت عليه عباد الله، لان التوجه ديال الدوله هو غادي في اتجاه ديال الشرعيه القانونيه، ما باغيش نقاش ديال الشرعيه التاريخيه. وهنا كان الصراع مع شباط في هذا المستوى. في الوقت اللي هاد كنقول لكم دابا اللي كنرجعوا للبي جي دي، والبي جي دي وضعه خاص. البي جي دي من جهه عنده الاشكال ديال بن كيران ما عندوش هذا الهم الوطني وهذا الهم ديال التراب، وما عنده لا موقف لانه حزب ما عندوش شرعيه وما عندوش جذور وما عندوش شرعيه تاريخيه. البي جي دي جاو البارح بالبصري جابوه وحطوه وكذا، ماشي بحال حزب الاستقلال، واخا يكون الموقف واخا نحارف واخا كاين الفساد، ولكن عنده ذاك الموقف التاريخي من الوطن ومن التراب ومن كذا. بارابور مع بن كيران ما عندوش هذا الهم بحكم انه بين قوسين تولد غير في الرحم ديال الداخليه مع الطريق ديال البصري. الى جانب بن كيران همه هو الفلوس والثروه والماكله وكذا وكذا، الى جانب ذاك الهم ديالو الاخر هو وفي هذا السياق بن كيران كيبغي يبين بانه لا يعاكس اراده ديال الملكيه او بالاحرى اراده ديال الدوله، ما عندوش مشكل. وهنا الرايه البيضاء بانه هذا السر من اللي درتوه نعم سيدنا احنا معاكم، صافي تجيبوا حبيب مالكي ولا تجيبوا الحبيب بن حنبل ماشي مشكل، ما عندوش مشكل بن كيران بعدا لاساس عام سيدي والله يبارك فيك والله يكبر عمر سيدي، يسر لي الحكومه اعطيني حقيبه جوج، المهم انا نتسمى رئيس لا يهم ديك السيك اللي بغيت. هذا هو الميساج بارابور مع حزب الاستقلال، بغى بداك الغضب باش غدا لو وقع شي حاجه كيقول لهم انا انني قد بلغت وانا راه بريء من داك الشيء اللي وقع وانا انسحبت وخرجت في حالتي. ف
ففي نهاية هذه الحلقة، نهاية ديال الحلقة هي أولا كنقولوا هذه المرة الألف، من خلال هادشي اللي كيوقع وهادشي اللي كيتثبت بالملموس، الفكرة اللي كنركز عليها أننا عندنا حياة حزبية عقيمة، وأننا كما قلت قبيلة ما كاينش شي حزب مستقل، أن الكل يدور في فلك، يعني ما كيسميه بن كيران براسو بالتحكم، عفوا وهاد بن كيران تيقول تحكم وهو بقى تابع التحكم، أجبر على التحكم، تيسميه تحكم وكيسب التحكم وما باغيش توا، وكيجري على حزب الاستقلال وتحال مع التحكم، هنا يبان لكم البؤس وكيبان لكم الرداء، ويبان لكم هاد الإسلاميين يعني راهم فقط جزء من الأزمة وماشي جزء من الحل، لا عندهم لا علاقة، راه ملي كتقربوا عباد الله كنقولها دايما، راه قربوا، راه والله اللي داروا بالكيرة فهاد الشعب المغربي ما داروا شي واحد، وما كنعتقدش يديروا شي واحد، اقتطاع من الأجور ديال المضربين على الطعام، المقاصة تصوروا صندوق ديال المقاصة، هي حيت المقاصات وتقيل مزيان، شنو درتي كبديل؟ شنو هي الإجراءات الموازية لذلك؟ إلا غتحيد صندوق المقاصة وعوض بنادم في قنت في الأجور، زيد له نقص، تصوروا حيد المقاصة وزاد في البوطة وزاد في الأسعار وزاد ونقص من جمد الأجور وكذا، شوفوا على حلول أسهل، وشي شكون كيخدم في الآخر كيخدم أصحاب الحال، شوفوا شنو دار في هذا الشيء كيقول ديال الأساتذة ديال الأطباء ديال القضاة، عفى الله عما سلف، اقتحامات ديال كذا، تنازلات، المصيبة الكحل المديونية فين وصلت، تخلى فصلت التكوين على التوظيف، اللي بغيتو اللي بغيتو، دخل العقدة بالعمل التوظيف ولا بالعقدة، المهم في جميع المناحي ديال الحياة، لأن كما قلت لكم كانت العملية هو يبقى رئيس حكومة وكينفذ الأجندة، والمشروع ديالو الإجرامي والصهيوني في التقاعد اللي غيبقى وصمة عار على جبينه وعلى جبين أي واحد جا من وراه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكنختم كنقول لكم راه هذا تأكيد اليوم بأنه ما كاين والو، وكنتوجه كذلك للدولة، كانت وجهة الدولة بصرف نظر خاص تفتح نقاش مع الشعب المغربي، يقولوا لنا ما الذي يقع؟ ما الذي يقع عباد الله؟ ديك المرة موريتانيا خنقتنا في الكركارات وما عارفين والو، وتاج بغينا خاص النقاش مع الشعب المغربي، راه الشعب الآن كاين ماشي إلا وقعت شي حاجة نتحملوها كاملين، ما تحملناش غير جهة واحدة، بغينا إلا وقعت شي حاجة نتحملوها كاملين، وكنهضروا على تمثيل الجبهة الداخلية دائما، راه التمثيل هو بالمعرفة، خاصة في 27 من الدستور اللي كيهضر على الجبهة الداخلية. كنشكركم الزوار ديال الموقع، والى اللقاء في حلقه اخرى. الى اللقاء.